شهل شهل خيي يعطيك العافية. شو صار فيك انت؟ شو صار؟ شهل يا ولا يا ضرب الهوى. ضرب الهوى ايه يا ولية؟ ايه الشنطة دي؟ هتهج وتسيبيني ولا ايه؟ يا ريت اعرف اهج من وشك. بقول لك ايه، انا رايحة كفر الستي ناصي، هطل عليها، وحشتني. وانت يا ولية مفرهدة نفسك ومفرهدة الواد شناوي معاكي، عمالة تلفي رايحة جاية، انت واخدة منشطات ولا ايه؟ اسكت، مش شناوي نفسه في الرنجة؟ وهو قال لك كده؟ قال لي كده وبيسلم عليك قوي. يا راجل بتوحم، انت عايز الواد يطلع له رنجه في قفاه؟ لا طبعا ما يخلصنيش. وقول لي شناوي ابوك زعلان منك قوي، الواد ما بيتصلش خالص كده، ينفع يعني؟ ده انا مستنيه بفارغ الصبر، ده انا عايش عشانه. انا في موضوع اصلا عايز اقول لك عليه، انا ناوي نبطل نصب ونعيش بالحلال بقى يا بنت. تصدق انا كمان عايز اعيش بالحلال، بس هنعيش ازاي؟ ما احنا هننزل بقى الواد شناوي ابننا ينصب بعدينا، وهي اجيال بتسلم اجيال. معاك حق. خد بتعمل ايه يا مجنونه؟ يا راجل بطل نتانه، يعني لا رنجه ولا شاورما. يا وليه مش نتانه، ده استخسار. انت مش فاهمه، اصل دي لحم الكلاب. يا لهوي يا عطا، بتاكل الناس كلاب؟ بتهزر بتهزر يا وليه، يعني هي الكلاب دي هتعضهم؟ دي كلاب ميته. وبعدين ما انا اشتغلت في اللحمه الحقيقيه، ما كانش ليها زبون، والدنيا كانت نايمه خالص. انما بقى الملعونه دي زبونها ايه؟ زحمه. قلت يلا وكله رزق الواد شناوي. يا رب يوسع رزقك ويفتحها في وشك. قادر يا كريم. امين يا رب. يا وليه يا وليه، ايه ده؟ يمكن احنا متربيين عليه. خلينا نلحق القطر. هو 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 هو.